ضمن جهود دولة الإمارات في دعم قطاع التعليم، دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي افتتاح مشروع بناء مدرسة متنة بلعيد بمديرية مرخى العليا بمحافظة شبوة. ويأتي هذا التدشين تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى 56 للاستقلال الوطني المجيد، وبمناسبة اليوم الوطني 2 من ديسمبر لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات للارتقاء بمستوى البنية التعليمية ومشاريع البنية التحتية بمحافظة شبوة. وتتكون المدرسة من 6 فصول مع مرافقها، بالإضافة إلى نظام طاقة شمسية لتوليد التيار الكهربائي للمدرسة. مقابلة للمشاريع الإنسانية والخدمية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتزامنا مع العيد الوطني 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم نفتتح مدرسة مثنة بلعيد في مديرية مرخى العليا بمحافظة شبوة. وبناء هذا المشروع جاء بتوجيهات من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للرقي بالعملية التعليمية، كون التعليم هو اللبنة الأساسية لبناء المجتمع. وكما أن هذا المشروع جاء تلبية لصرخة النداء الذي أطرقها الأهالي، فاستجابت دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه الصرخة استجابة عاجلة.